اخي ما تندمناش ان احنا فتحنا معاك الموضوع. اهدى يا منصور اهدى عشان البواسير، اهدى بس كده وبالراحه وقول لنا مين الناس دي. ما سمعتوش عن الوحش المصري اللي نزل ميدان التحرير وكل جنط يسد عين التخين؟ ده غير عبقريه التصميم وانسيابيه الحركه وروعه الاداء ثم الطعم الذي يذوب في الفم. دوكها كان اعلان شوكولاته يا اخويا. علينا، مهم ان احنا لازم نكرم اللي اخترع الوحش المصري لانه خلى العالم كله يبصلنا. يبصلنا من فوق لتحت، العالم كله بيتمسخر بينا يا منصور. ده بجد يا منصور؟ بجد الوحش المصري ده هو اللي ابهر العالم؟ انت هطلة يا سميحة. طبعا بجد، ومع ذلك ما شفتش المحروس سيد اخوكي بيكتب الخبر على الفيس. مالك يا سيد؟ ما تفوق يا اسطى، فوق كده وشير كده وكن انت الاعلام البديل، انشر الايجابيات.